رجعنا لكم في نجم سبور. ملف المنتخب الوطني ومباراة الإياب أمام المنتخب التنزاني. المنتخب موجود في تنزانيا منذ يوم أمس. اليوم كان فما حاسة تدريبية يعني تنطلق بعد شوية الستة متاع العشية. مباراة الإياب رهان كبير بالنسبة لتونس. قبل ما نحكيو في هذا أيمن معنا زميلنا وصديقنا إسلام من مدب. مرحبا بك إسلام على نجم فم. مرحبا بك بشير، تحية ليك ولكل السادة المستمعين. أيمن يحب يرحب بك على طريقته الخاصة. قال يا إسلام شنو أحوالك يا خويا؟ خويا لاباس، شنو حوالك؟ شنو الامور؟ والله البارح بركة كنا في سيرتك في 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 زوز حاجات. الحاجه الاولى ساعه نحب نقولوا لك كل عام وانت حي بخير خويا. ربي يفضلك، الله يخليك. والحاجه الثانيه حابين نشكروك حتى في المباشر على انك انت قاعد تقوم بعمل كبير في جريده الرياضيه، جريده التونسيه الوحيده الان المختصه في الرياضه بصفه عامه، وهذا راهو ماهوش سهل توا ومجهود يذكر فيشكر. فتحيه ليك صديقي من هنا. يعطيك الصحة أيمن، حاولوا تعرف أنت الصحافة مرتوبة، ما عادش تلاقي بصي حظها في العصر نتاعنا. توا نحاول نقدموا مادة إعلامية مختلفة، نعرفوا ديما الأخبار تكون توا سباقة على مواقع نتاع الإذاعات ولا مواقع نتاع المؤسسة في الرياضة. نحاول نقدموا مادة خاصة بينا، مو سهل صحيفة باش تقعد الأخبار تعرف أنت يصبر جمعة كامل. نحاول نقدموا حاجة مختلفة إن شاء الله تكون تنالت رضا السادة القراء والمتابعين ان شاء الله. اسلام، مباراه ذهاب المنتخب الوطني ينتصر نوعا ما بصعوبه، هدف مقابل صفر. كيفاش ريت المباراه هذه وخاصه مباراه غدوه اللي هي يعني مباراه مهمه بالنسبه للمنتخب التونسي في مسار الترشح لكاس افريقيا؟ هو لا شك ولا اختلاف، ظهر لي اجمع الناس الكل اللي المنتخب ما قدمش ماتش فيه ضد منتخب تنزانيا في تونس. عدة عوامل، منتخب تنزانيا تقريبا مصنف 136 عالميا، منتخبنا مصنف 24 في عرش المونديال. لا مجال للمقارنة. نعم، قلت لك لا مجال للمقارنة اسلام. بالضبط، اي، ولو انه المقابلات من نوع هذا مبيش. شوف اليوم منتخب الجزائر بكل نجوم وتعادل بهذه المقابله، على ذاك ما لازمش نستسهل حتى مقابله، ولو لكن اللي خلينا هكا متغشين شويه على المنتخب المستوى اللي لعب به منتخبنا تقريبا بعض اشباه الفرص، خلينا نقول تمديدات من بعيد محتشمه. كان منتخبنا ما خلقش برشا فرص، وحط الهدف كان من ضربه جزاء بعمل فردي من يوسف المساكني، بون فيها وعليها فما شويه خبط من يوسف المساكني. على كل المهم اللي هو الانتصار في المقابله نتاع الذهاب، لكن اللوم شويه على اللاعبيه وعلى الناخب الوطني السيد المنذر الكبير. منتخبنا كان تعودنا خاصه في التحضيرات للمونديال مع نبيل معلول، وحتى قبل منتخبنا كان يفرش ولا نشيخو كي نتفرج في المنتخب. صحيح في المونديال صارت خايبة شوية نوعا ما، لكن كنا نتفرج وكنا نتمتعوا بكلها. نفكروا مقابلة مصر في تصفيات، نفكروا مقابلة في كونغو. المنتخب حقيقة نتفرج مقابلة تنزانيا، أنا واحد من الناس قلق، مستوى مقلق جدا. معناها إن شاء الله مقابلة تنزانيا في الإياب نشوفوا منتخبنا يلعب بوجه خير من شفناه بوجه في مقابلة الذهاب. إسلام، ما تراش إنه اللاعبين نجم يكونوا استسهلوا شوية المنافس في مباراة الذهاب؟ والله انا نشوف اللي عدم الجاهزيه الاغلب اللاعبيه خاصه البدنيه وخاصه في الخط الامامي. نعرف منتخبنا في الخط الخلفي كنا في عزله تقريبا، كانوا مرتاحين في نتاع محور خاصه وفاروق بن مصطفى. الخط الامامي ممكن غياب الجاهزيه البدنيه ليهم هو اللي ما خلناش نصنعوا فرص، وحتى اللوم زاد على الخطه التكتيكيه اللي هبطنا بها. غادي نلعب ضد منتخب تنزاني مع احترامنا الكامل ليه، ما نلعبوش بتروا بيفو معناها تنزاني الثالثي بن سليمان برشا على المنتخب، ما فيهمش شكون يصنع اللعب. حبة يا حبة ذي كنت نحب نشوف سعد الدين، كنت حابة نشوف جيس جلاسي اللي ملاء، هذو من لعبية عودونا معدن ينجموا يصنعوا اللعب، وفي مقابلات كما هذو كنا نجموا نحتاجوه. اسلام، كيفاش ترى انت مباراة الاياب؟ طقس اخر، حضور جماهيري زاد تقريبا، المعلومات تقول انت تعرف اسلام تقريبا 30 الف متفرج في مباراة غدوة. كيفاش ترى المقابلة هذه؟ وضعية اخرى الحقيقة، وزاد ما تنسيش عامل ارهاق نجم يكون زاد موجود بالنسبة للمنتخب التنزاني ربما اكثر منا نحن. كيفاش ترى انت مباراة غدوة؟ ما نتصورش يقلق خاصة عامل الجمهور، بالعكس نتصور ينجم يكون حافز. نعرف ان لعبيتنا متوحشين نلعب قدام الجمهور، نعرف ظهر لي من لعبيتنا يلعبوا في راس معبي وفي سوسه معبي وفي الساقط معبي. نتصور
يحبوا الجو هذاك. المنتخب كما قلت تنزانيا هذا ماهوش المنافس اللي باش يقلقنا، ونزيدوا حاجه اخرى لمنتخب تنزانيا حاجته بالنقاط نتاع المقابله اكثر منا، دونك على ذلك نمشيو مرتاحين شويه ونقطه تكفينا، دونك فرصه للاعبيه باش يلعبوا ما غير قيود ما غير حتى شيء، على ذلك تكون فرصه باش نقدم مواجهه باهيه ان شاء الله ونروحوا بثلاث نقاط لمالي ونقطه تكفينا كما قلت، ولو انا نحبوا ثلاث نقاط تكفينا باش نكونوا في الكان ان شاء الله. يا كابتن كنا حكينا مع صديقنا انيس السحباني احنا في قبل مباراه الذهاب، وكان هو توقع هو انيس السحباني ما نعرفوش تعدى مقدم الراديو ندينا له على كل دونك قال لي السكور مش يكون سيغي، وبالفعل معناتها كان لا منيس لاصحي معناتها نوعا ما تراهن معناتها ما غير راه رهان حقيقي لا غلط انت غلط تراهن مع انيس ما نكتب يعني تبيضية على كل هون، لكن يبدو لي السكور معناتها كان سيغي مش على خاطر المنتخب الزامبي قدم مردود جيد اكثر منه، منتخبنا كان سيء جدا يعني في المباراه هذيك، وممكن منعنا الواحد بلاش وربحنا ثلاثه نقاط ولينا قراب برشا من الترشح، اهم برشا كان من المردود اللي ما فهمتش علاش كان باهت برشا برشا برشا. شنو رايك؟ على عكس انيس السحباني انا فاشل جدا في التكهنات الرياضيه يقول لك الناس اللي يفهموا في الكوره ما فاشلين في التكهنات الرياضيه العفو على كل نتصور مقابله غدا باش تكون اسهل، علاش؟ خاطر كما قلت بليك منتخب تنزانيا حاجته بالمقابله حاجته بالنقاط باش يطلع باش يخلي مساحات، على عكس مقابله رادس اللي كان متكتل برشا في مناطق ما شفناش حتى فرص تقريبا لمنتخب تنزانيا ممكن شارع فرصه خلينا نقولوا، هذاك نتصور مقابله الاياب في تونس باش في دار السلام عفوا باش تكون اسهل لمنتخبنا باش تلقاو مساحات نجموا نلعبوا لعبنا، خاصه نستناو شويه تغييرات بالمقارنه مع التشكيلة اللي عملت في تونس، إن شاء الله منتخبنا يعمل ماتش خير، نتوقع منتخبنا باش يعمل ماتش خير خاطر ما ينجمش يعمل مقابلة أسوأ من اللي شفناها في تونس. التشكيلة اللي تصور عندي حسب رأيك اللي لازم يدخل بها المنظر القبيلة، اسكو نلعبوا بالتلوروا بيفو كيما مباراة الذهاب اللي هي نجم تكون أنجع في مباراة الإياب خاصة في دار السلام، يعني الوصفة السحرية حسب رأيك يا إسلام. كما قلت ما صحيح لازم يكون تلوروا بيفو مهم ولعب عملنا ماتشات باهيين خاصة تلوروا بيفو خاصة مع بن عمرو وفرجاني ساسي والياس خيري اللي فاهموا برشا اللعبية هذو، لكن نحب نشوف ديما صنع ألعاب خاصة نلعبوا بلاش قيود نلعبوا ما نحب نشوف سعد الدين يلعب، نحب نشوف الياس جلاس يعني يلعب، نلعبوا بلاش قيود فرصة باش نعملوا ماتش باهي معناها ماناش نحسبوا نلعبوا تلوروا بيفو، إن شاء الله نحب نشوف واحد من اللاعبين هذو ولو حتى بن عمرو ينجم يقدم إضافة. يوسف المساكني برشا تحامل نشوف يوسف على يوسف المساكني الفترة هذي فينا اللي قدموا يوسف للمنتخب، مانيش ضد إقصاء يوسف للمنتخب لكن مع إنه يهبط وسط المقابلة ماهوش أساسي، يوسف 10 دقيقة نجم يعمل فيهم الفرق في المقابلة كما نحب نشوف يوسف يوسف باش يكون إن شاء الله يدخل وسط المقابلة، إن شاء الله المنتخب يقدم وجه طيب بغض النظر على اللاعبين اللي باش يهبطوا كيف حمد رفيعة في المقابلة الودية كيف يوسف بن سليمان عمل ماتشات باهين، لكن موش كل اللاعبين معناتها باش نعملوا عليهم تو يمكن في المستقبل، نحب نشوف لاعبين اخرين ان شاء الله كما سيف الدين الخاوي حتى كي هبط المقابلة اللي فاتت عمل رونتمون به، ولو انه المقابلات اللي فاتوا ما ديما ما كنتش راضي على اللاعب هذا، الماتش اللي فات اللي هبط عمل وقت محترم طونجور عمل به عمل رونتمون به، ان شاء الله نجم نشوفوه اساسي في المقابله نتاع هذه، ولو انه ديما المشكله الكبيره عندنا اللي ما فماش راس حربه، تو شفتوا في التكريك اللي فاتت لعبنا بوهاب الخضري منتخبنا ما عملش ماتشات باهيين، يهبط مثلا ياسين الخنيسي ولو انه تو مش في احسن حالاته، مهم جدا نحب نقول اللي يكون راس حربه يعطيك بروفوندور يعطي حلول يعطي مساحات وسط الميدان، على كل هذه مو عائق تو تعرفوا الكل اللي اللاعبيه في تونس المهاجمين ماهمش قاعدين ينشطوا، الخنيسي الشماخي شواد كيف ماهمش قاعدين ينشطوا، على ذاك نشوف واحد الخضري حل مؤقتا في انتظار يحضر فريق المهاجمين ان شاء الله. شكرا لك زميلي وصديقي اسلام المد، وان شاء الله في مداخلات اخرى مشتركه ما بيناتنا ان شاء الله نتمنى لك التوفيق سواء في التجارب الاذاعيه تخوض فيها او من خلال الجريده الرياضيه هذه ان شاء الله في مناسبات اخرى. اسلام المد مرحبا بك مره اخرى. شكرا لك وتحيه لكل الساده المستمعين. دونك بعد ما كان اسلام المد معنا بعد لحظات ان شاء الله بعد الموسيقى الحلوه باش يختار لنا ايمن باش نرجعوا ونحكيوا مع المنتخب الوطني، لكن المره هذه مع محلل والمدرب مكرم الحزبي.